بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نتكلم عن الجمعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله. Last four kids, I mean, أهل الإسلام اجتمعوا على رب واحد. ونبي واحد. بل يؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ودين الأنبياء واحد. والشريعة واحدة. والقبلة واحدة. والصلوات المفروضة نجتمع فيها في كل يوم 5 مرات، تجتمع الأمة في كل يوم 5 مرات. يعني يجتمع أهل الحي الواحد، الحي الذي داخل المدينة، يجتمع في كل يوم 5 مرات. وتجتمع المدينة كاملة في جمعة واحدة، في يوم الجمعة. ويجتمع الكل في العيدين، في عيد الأضحى وعيد الفطر. وتجتمع الأقاليم كامل الكرة الأرضية في الحج. فتجتمع المدينة في يوم الجمعة من كل أسبوع. أقل عدد ينعقد بالجمعة 3. يخطب واحد من الثلاثة فيهم. يخطب خطبتين. وقبل الخطبتين يكون الأذان. فإذا انتهى من الخطبة الثانية أقيمت الصلاة. يصلي بهم ركعتين. يجهر فيهما بالقراءة. نعم. فإذا أدرك المأموم ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، يعني تكون الصلاة لديه ركعتين، وإن لم يدرك ركعة مع الإمام لابد من قضاء 4 ركعات. في هذا اليوم ساعة إجابة، وهذه الساعة على أرجح الأقوال أن قبل غروب الشمس، آخر ساعة من النهار. يستحب التبكير والإتيان إلى الجمعة في أول الوقت، يعني تقريبا هنا عندكم بعد أن ترتفع الشمس، يعني تقريبا الساعة 8:30 هكذا في هذا الوقت في الشتاء، لكن قبل يمكن قبل هذا لعله الساعة 7. نعم. ويكثر من الصلاة، يصلي ركعتين ركعتين نفل لله، لأن لا يوجد للجمعة سنة قبلية. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة الاكثار منها. الله
قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. نعم، كذلك يجب الإنصات إلى الخطبتين ولا يتكلم بكلمة واحدة. ولا يعبث في الجمعة أو ينشغل عن استماع الخطبة. يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة في الأولى بعد الفاتحة وفي الثانية بعد الفاتحة الإنسان. نعم، يعني هذا تقريبا مختصر ما يكون في يوم الجمعة. نعم، ننتقل الآن إلى صلاة الكسوف. إذا حال بين الأرض وبين الشمس القمر أو انحجب ضوء القمر، نعم، هذه آية من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى بها العباد. فإذا رأينا هذا ماذا نصنع؟ يشرع الصلاة. والاستغفار. والصدقة. وينادى الصلاة جامعة. يجتمع الناس ويصلي بهم الإمام ركعتين. لكن بركوعين في كل ركعة. صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. يصلي بهم الأصل والسنة أن تكون خارج البنيان إن استطاع. يصلي بهم ركعتين. يكبر في الأولى مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات. وفي الثانية دون تكبيرة الانتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال. ويخطب فيهم. بعد الصلاة. نعم. وفي عيد الفطر نخرج زكاة الفطر على ما سيأتي معنا قبل صلاة العيد. في عيد الأضحى بعد صلاة العيد نذبح الأضاحي. نعم، السنن الرواتب، يعني هناك سنن مرتبة مع الفرائض، نعم، مقرونة بالفرائض. ركعتين قبل الفجر. وركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر. وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد المغرب
وركعتين بعد العشاء. أهم هذه السنة الراتب الركعتين قبل الفجر. نعم كذلك لدينا صلاة الوتر. سنة مؤكدة. أقل عدد للوتر ثلاث ركعات. هذا قليل لكنه كامل. وهناك أقل القليل في عدد ركعات الوتر ركعة واحدة. وأكثر عدد 11 ركعة. وكذلك قيام الليل يصلي ركعتين ركعتين. وصلاة الضحى أو تسمى صلاة الإشراق أو صلاة الأوابين. نعم. تصلى بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، يعني ترتفع ولا أكون يسجد وأركع لها، عندما ترتفع إلى قبل الظهر تقريبا بربع ساعة، هذا وقت صلاة الضحى. يصلي ركعتين ركعتين. نعم. أيضا لدينا تحية المسجد. يعني لا يمكن أن يدخل الإنسان إلى المسجد ويجلس قبل أن يصلي ركعتين. ولدينا كذلك نفل مطلق أن الإنسان يصلي لله ركعتين ركعتين. في غير أوقات النهي. وصلاة الاستخارة. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا ماذا يصنع؟ يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. تكون الاستخارة عندما يعزم على أمر، لكن متردد بين أمرين يدعو، لكن عزم على السفر ماذا يصنع؟ يصلي ركعتين غير الفريضة. وقبل أن يسلم يدعو بدعاء الاستخارة. نعم. هذا والله أعلم ما يتعلق يعني أغلب المسائل المهمة التي تتعلق بالصلاة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.